اللي كان عاوتاني تشي خاسر مولاها وقفني عليها وش ندبر على السير وتا واحد ما جا قد عاوتاني. سير جيب لي الطبسيل من عند خالتك واخي الاولى حياتي بحال شي كاطا ما منناش الديبليكاطا جمعنا الحب وفرقنا البشر واش بالحق ولا بالباطل هاد الدري هذا زوين يمكن خاصني نتعرف انا وياه اقرب وقت ايوا نمشي نكمل سخرت على الدري مزيان ترى عجبتني ولكن مفشاتيش امال الدار ما عندهمش فلوس خاصهم فلوس ماماك لاباس كلشي لاباس كلشي لاباس المهم بغيت غير نصورك كنت قلب على هاد الدري هذا يا اختي ما عرفتش فين ساكن ما واقيلا شفتو شي ماما راه يا داريا هي هذيك شكرا بزاف سلام سلمي على ماماك سلام احنا صايبنا بعدا صايبنا حتى الفران باقي ليش نطيبو حيت يا ربي فين هو هاد الدري سلام بخير بخير نكلم هضره انت في الدري تطاش مع قبيله في العشيه بغيت غير نهضر معاك تكون في هاد التريبه هذا كتكون في خدام هنايا كترزق الله على لاباس تديري يمكن نوليو اصدقاء يمكن لي تقيلي مراتك شكرا انت لشي يوم نتلاقى وصافي تري بين عليه تركي شوية الناس من تعرف عليهم خصني شكان ودي خايبة معه عجبني بزاف سفر نقول الماما هاتش خصني نصوني على ذلك التري في أقرب وقت دام ألو بخير الحمد لله انا هي البنت ديال القبيله يمكن لينا نتلاقى فين في الجرده اي جرده انا نكتبلك العنوان و اجي عندي صافي يلا باي صفت لي الموقع دابا خصني دابا نمشي نبدل حوايج مشيت نتلاقى مع الدريه قالت لي حكا قلت لي نص ساعه نتلاقى معها في الجرده بسيط نوض نبدل حوايج ايش مراها وش داني يا خوتي تفادي مجنونة يا نقولوا لي وش بلاني جمع فوق خلي نتهنى ايش مراها وش داني يا خوتي تفادي مجنونة يا نقولوا لي وش بلاني جمع فوق خلي نتهنى شوف بدي
لي انا وليت كنبغيك و تجي لدارنا تخطبني، ولكن هادشي ماشي دابا حتى نكبروا. ولكن غير جاي خطبني تنكبروا ونديروا العرس. لا نوري. صافي خصني نعيط، هاد القلب هذا خصني نحط عليه حجرة. الو، بغيت نهضر معاك ضروري. دابا صافي هانتا نتلاقاو بحال ديما في البلايصه ديال ديما. يلا حتى طلع عليا هذا بزاف، واش انا نبقى نتسنى فيه هنايا ولا فاش لا ميدار كره كيتسناو فيه. السلام عليكم، فين كنتي شعل صلي فين ندوي معاك؟ ايه وكاين شي بلا بزاف شفتها انت غادي تفهم. نقول لك شي حاجه صراحه مشروع وهذا الشيء اللي غنقول لك دابا خاصني نديرو شي حاجه اللي خصني نوريك تبعني مشروع. واش عندك شي حاجه؟ درت اخويا ماشي صاحبي بلا ما نسول.